بكم إلى موجز أخبار الآن. قال المبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف الدولي ضد داعش بريت ماكغيرغ إن نحو 2000 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي ما زالوا موجودين في مدينة راقة السورية ويحاربون من أجل البقاء، مشيرا إلى أنهم يستخدمون المدنيين دروع بشرية. وأضاف ماكغيرغ في تصريحات صحفية أن قوات سوريا الديمقراطية حررت حوالي 45% من المدينة. شن الجيش اللبناني غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم داعش في تلال رأس بعلبك شرق البلاد بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام. ومن جانبه قال الجيش اللبناني أن الغارات حققت إصابات دقيقة ومباشرة في صفوف التنظيم الإرهابي. ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفياً سبل زيادة التعاون في سوريا والعراق، وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن الزعيمين بحثا في سبل زيادة التعاون في إدارة الأزمتين في سوريا والعراق والتصدي لنفوذ إيران الضار. كذلك تطرقا في سياق حديثهما إلى حل سياسي للوضع في ليبيا وإلى سبل كبح الأنشطة الإرهابية بمنطقة الساحل في إفريقيا. تمكنت قوات الشرعية اليمنية في محافظة الضالع وسط اليمن من إحباط محاولة حوثية لتهريب عبوات نازفة ومتفجرات وقذائف RPG إلى عدن بحسب ما صرح به مصدر عسكري لوسائل إعلام يمنية. وأضاف المصدر أن القوات تمكنت من ضبط الشاحنة المحملة بالمتفجرات في حجز التفتيش بمنطقة نجد الريمان التابعة لمديرية قعطبة. قدمت الولايات المتحدة الجمعة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يفرض عقوبات مشددة على كوريا الشمالية بهدف حرمان بيونغ يانغ من مبلغ مليار دولار من عائدات التصدير بحسب ما قال دبلوماسيون في المجال. توصل خبراء تابعون للأكاديمية الروسية للعلوم لطريقة جديدة فعالة تساعد على تشخيص سرطان البروستات. وقال العلماء إن الطريقة الجديدة والتي يطلق عليها مايكرو RNA أكثر فعالية ودقة من غيرها لأنها تعمل على تشخيص المرض عن طريق عينات البول بدلاً من تحليل عينات الدم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.